التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحيه متجدده بحضراتكم من جديد مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه. ويسير شوطنا السابع الخاص بمنافسه الابكار، وتابع المقدمه والمركز الاول، وهنا سيل ناصر بن معيوف بن سعيد الشدي المنصوري يحتل المقدمه والبدايه، بينما نغلتنا على المركز الثاني وهذه الزاهيه محمد بن راشد بالضبعه الاكتبي، بينما تتقدم مع المركز الثالث، وهذه جاد عيسى بن سعيد بن محمد العويسي، بينما في المركز الرابع هذه تتقدم الراشديه حمد بن سعيد بن راشد الخاطري، بينما في المركز الخامس هذه العزوم ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي. هكذا نتيجتنا ونداينا للخمسه المراكز الاولى، بينما مصورنا ياخذ له لقطه شامله لبقيه الاسماء، وثم يرجع من جديد الى المقدمه الاولى. اعود الى الزاهيه اللي تسللت الان واخذت المركز الاول، الزاهيه بشعار محمد بن راشد بالضبعه الاكتبي على مقدمه الشوط على المركز الاول، ولكن ايجاد على المركز الثاني عيسى بن سعيد بن محمد العويسي، والمركز الثالث هذه اسيل ناصر بن معيوب الشدي المنصوري. ما شاء الله ما شاء الله يا الزاهية 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 على مقدمة الشوط على المركز الأول، عينها على النقطة الثانية، عينها على النقطة الثانية، عندك يا بالضبعة، عندك يا بالضبعة مع هذه الانطلاقة. تهانينا لمحمد بن راشد بالضبعة الاكتبي على تألق الزاهية اللي زاهية بهذا الشعار، تهانينا والناموس، بينما وصلت في المركز الثاني ياسين ناصر بن معيوف الشدي المنصوري. المركز الثالث كان الوصول من إيجاد لعيسى بن سعيد بن محمد العويسي، تهانينا والناموس على هذا الانتصار. عودة إلى التوقيت الزمني، دقيقتين و15 ثانية هو التوقيت المرافق للزاهية التي انتزعت ناموس هذا الشوط لتهدي مالكه محمد بن راشد بالضبعة الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز.